إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان معناها وإعلام من الله إلى المشركين أنزل الله في مثل هذا اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام سورة براءة، والآيات التي فيها البراءة من المشركين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، وبعث أبو بكر الصديق أبا هريرة رضي الله عنه أن يؤذن في الناس، أي أن يعلم الناس ويخبر الناس أنه لن يحج بعد العام مشرك ولن يطوف بالبيت عريان. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من المشركين كما أرسل عليا رضي الله عنه وأرضاه أيضا بمثل هذه الكلمات، ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، ولن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فتبرأ عليه الصلاة والسلام كما أمره الله جل وعلا في ذلك اليوم من المشركين، كما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام. قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها لنا ربنا جل وعلا سنة باقية. قال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام أعلن فيه البراءة من المشركين ومما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. فاليوم هذا ميز الله تبارك وتعالى فيه أهل التوحيد، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجه الأكبر أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لأن المشركين كانوا يلبون وكانوا يحجون، لكن يحجون مع الشرك، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيثبتون الشريك لله تبارك وتعالى. فكذا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد الخالص، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يستعان إلا بالله، وأن لا يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى. وما أحوج أمتنا اليوم إلى هذا التوحيد الخالص، التوحيد الصافي، أن لا تعبد القبور ولا تعبد المشاهد، ولا يستعان بغير الله، ولا يحلف بغير الله، ولا يتوكل على غير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال تبارك وتعالى: فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. عباد الله، هذا اليوم من أجل الأعمال فيه إظهار الشعائر لله تبارك وتعالى تقربا إلى الله، فنذبح فيه النسب تقربا إلى الله جل وعلا، نذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله لا إلى الجن كما يفعل كثير من الناس، يتقربون بالذبائح إلى الجن، ومنهم من يتقرب إلى المزارات وإلى المشاهد وإلى القبور. فأما المسلم فيتقرب بهذا النسك إلى الله تبارك وتعالى، يذبح النسك
خالصا لوجه الله جل وعلا مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يكلم الناس، قال: أي يوم هذا؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكتنا وسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ يعني مكة، البلد الحرام. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فالأعراض حرام، والدماء حرام، والأموال حرام إلا بحقها. فلا تجوز السرقة، ولا نهب أموال الناس، ولا الاحتيال على أموال الناس بالرشوة، ولا أكل أموال الناس بالباطل، ولا الربا. ولا باب واحد من أبواب الربا خير منه أن يزني الرجل بأمه في قارعة الطريق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعباد الله، أموالكم بينكم حرام، أعراضكم بينكم حرام، لا تنتهك الأعراض. عباد الله، لا تؤذوا عباد الله ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لا نستهين بالأعراض، ما نتبع أعراض الناس، ما نكشف سوات الناس، لا نتبع الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الإنسان إذا تتبع عورة أخيه فضح ولو في بيته. ولذلك عباد الله، الدماء حرام. كم من الناس اليوم من يستهزئ بدماء المسلمين ويقتل المسلمين بغير حق، وتسل السيوف والأسلحة في وجوه المسلمين الأبرياء. الناس اليوم عندنا آمنون بحمد الله وبفضله، ننعم بنعمة الله ونأكل من رزق الله، ومن الناس اليوم من هم يعذبون تحت وطأة السلاح، تحت ما يسمى بوطأة داعش، هذا الفكر الخبيث الذي استباح دماء المسلمين وانتهك أعراض المسلمين باسم الدين وباسم الجهاد. ولا علاقة لهم مع الجهاد، ولا علاقة لهم مع دين محمد الصحيح، إنما هي الفوضى واستباحة الدماء واستباحة الأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. عباد الله، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سنن يقيمها في هذا اليوم. من السنن المؤكدة الأضحية، كل من استطاع أن يضحي ببهيمة الأنعام، إما الإبل أو البقر أو الغنم، منها الضان والماعز. الإبل ما تمت له 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والضان 1 سنة، اللي هو المسنة أو الثني أو الثني زي ما بنسميه نحن، ويجوز لأقل من 1 سنة في الضان، يجوز بالجذع الصغير قبل ما يتم 1 سنة كاملة. أما الماعز لا يجوز إلا ما تم 1 سنة كاملة. المسنة من الماعز يذبحها الإنسان بوجه الله تبارك وتعالى، لا تفاخرا ولا تباهيا ولا رياء ولا سمعة، إنما ينحر الدم لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. اذبح لوجه الله جل وعلا بسم الله. لا بد أن تسمي، لو أنت بتذبح براك وده الأفضل، تذبح وضحيتك براك بيدك، هذا هو الأفضل، كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام.
لو وكلت زول يذبح لك انت ما بتعرف ما في اشكال، لكن تذكره بالتسميه، لانه لو ما سميت هذه الذبيحه لا تؤكل. قال تبارك وتعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. تذكر الذابح ان يسمي الله عز وجل، وتذبح عن نفسك وعن اهل بيتك ولو كثروا. لو اسره كبيره ممتده عندك اولادك ولو متزوجين، ممكن تضحي عن نفسك وعن اهلك جميعا، وممكن ترفق عليها من تحب من الناس في اضحيتك، كترفق علماء الامه او مشايخ الدين او اصدقائك او رفقائك، ممكن تدخلهم تبعا لاضحيتك. والموتى يدخلون في الاضحيه تبعا، تضحي عنك وعن اولادك وعن اهل بيتك جميعا وعن موتاكم جميعا، ممكن تضحي عنهم. والاضحيه ليست بواجبه، انما هي سنه مؤكده ومن اجل الاعمال في يوم النحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر بيده ان الهدي وايضا بيده الاضحيه، فيضعها على الارض تجاه القبله، ويضع رجله على عنقها في رقبته، خذ رجله يضع عليها، ويشحذ المديه السكين بسن شديد، هذا من رفقه عليه الصلاه والسلام. حتى بالحيوان، اذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته. السكين سنه كويس، هذا من رحمه الاسلام. لكن اليوم طلع علينا العلمانيون والمجرمون يطعنون في ديننا بانه الدين ما فيه رحمه، الدين الاسلامي سبحان الله والعياذ بالله، ديننا دين الرحمه. حتى بالبهيمه لسن السكين، ما تعذبها في الذبح، تذبح بيد واحده، يعني ما تقطع شويه وتمشي وتجي راجع، لا مره واحده. شوف الرحمه بالبهيمه، ما تذبح بهيمه جنب اخوتها الثانيه، ما تذبح بهيمه وانت بتشحذ يعني بالسن السكين قدامها، سن السكين بعيد كويس، وجيبها اذبحها. رحمه بالبهائم، رحمه بالامه، هذا دين الرحمه ودين الرفق. لكن الان شوه صورته العلمانيون والمجرمون واعداء الدين، يصطنعوا يتصنع. واحد يعمل لك فيها مسلم، ويعمل لك فيها دافع عن الدين، ويعمل لك فيها مجاهد، يجي يشيل زول ويذبحه قدام الناس بوحشيه غريبه جدا، ويقول لك ده دين. ما يفعله داعش، والقضيه مش داعش كاسم، القضيه داعش كفكره. كل من حمل هذا الفكر فهو عدو للاسلام. الاسلام الذي جاء بالسماحه وجاء بالرفق حتى مع الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده عائشه: هات المديه، جيب السكين واشحذيها بحجر. سن السكين تمام. يذبح النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان وهو رفيق مشفق عليه الصلاه والسلام. لذلك عباد الله، هذه من اجل الطاعات في هذه الايام. الانسان يذبح الاضحيه فياكل منها، ويتصدق على الفقراء والمساكين. قال تبارك وتعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، يعني المستقر وصاحب الباديه. ياكل منها الانسان ويتصدق على اهله، ويتصدق على المساكين، ويهدي هديه للجيران. عباد الله، هذه الايام ايام ذكر لله تبارك وتعالى، واكل وشرب وتوسع على العيال، وسع على نفسك وعلى أهلك، واذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ذبائحنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة في هذا اليوم العظيم المبارك. أسأله جل وعلا أن يوفق حكام هذه البلاد لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن يجعل بلادنا ذاخرة بالخير عامرة بالتقى والإيمان، إنه جواد كريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.